مشاهدينا، وللحديث أكثر عن الواقع الإنساني والحقوق في العراق بعد 20 عاما على الاحتلال والدوافع وراء تحويل الأمم المتحدة نشاطها في هذا البلد من إنساني إلى تنموي، معنا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. السلام عليكم. وتحياتي للجميع ورمضان كريم. رمضان كريم على الجميع. أستاذ ضياء، كيف تقيم بداية واقع العراق على المستوى الحقوقي والإنساني بعد 20 عاما من الاحتلال؟ حقيقة بداية الاحتلال، من بداية الاحتلال 2003 ولحد هذه اللحظة، أنه الحالة الإنسانية في العراق تمر بسوء إلى أسوأ. نعم. وهذه الحالة هي بعد الاحتلال وجلب هذه النماذج الموجودة في العراق، هو هذه النماذج والأحزاب الطائفية بكل أطرافها، هي أحزاب تابعة وأحزاب موالية إلى حكومات أجنبية وليست إلى العراق. لهذا السبب أنه الأمم المتحدة من تتخذ الإجراءات الغير منصفة من الحالة الإنسانية إلى الحالة التنموية، معناته هنالك عجز الأمم المتحدة بحل الحالة الإنسانية في العراق، والانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق يعني مستمرة، إذا كانت في السجون وإذا كانت في أماكن الأخرى وحتى بين الشعب، يعني حتى في المخيمات والملاجئ الموجودة هي فيها انتهاكات لحقوق الإنسان. وسمعنا إلى المتحدثين عن الحالة الإنسانية التي يعانون من عندها أبناء الشعب العراقي في هذه المواقع، ولكن الأمم المتحدة غضت النظر عن كل ما يحدث من حالات إنسانية، ويلتقي أمين العام للأمم المتحدة في العراق ويلتقي بالميليشيات، وهذه الميليشيات هي إجرامية، والولايات المتحدة الأمريكية صنفت هذه المجاميع البشرية المسلحة في العراق هي مجاميع إرهابية. لهذا السبب يعني كيف تتعامل الأمم المتحدة من انحيازها أو بعدها عن الحالة الإنسانية وتبدأ بالحالة التنموية، أي حالة تنموية يتكلمون عنها؟ طيب، يعني أنتم في لجنة كهذه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ماذا تعني وماذا يعني تغيير هذا الدور من إنساني إلى تنموي؟ هل هو غض الطرف عن كل ما يترتب عليه من انتهاكات داخل السجون في المعتقلات وكذلك في المخيمات وفي الشوارع بعد هيمنة الميليشيات؟ هل يعني أن تشطب كل الحالات الإنسانية ونبدأ ببناء العراق الجديد الذي يروجون إليه منذ 20 سنة؟ يعني أنا ما أفهم كيف تبنى الحالات الجيدة بالعراق وكيف تبنى التنمية في العراق والحالات الإنسانية تغض الطرف عنها. هل هناك ارتكب جرائم بحق الشعب العراقي، وهؤلاء الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي هل ممكن أن يعيدوا بناء هذا المجتمع ويطوروا هذا المجتمع نحو الأحسن؟ كيف يمكن تطور المجتمع ما دام هنالك ناس مجرمين وقتلة موجودين ويتحكمون في ألقاب الشعب العراقي، وهذه المجاميع هي السلطة السياسية الموجودة الحاكمة في العراق؟ نعم، يعني هذا انحياز الأمم المتحدة إلى السلطة الحاكمة في العراق وحتى الميليشيات الساندة للأحزاب الحاكمة. بالتأكيد، لأن الأمم المتحدة عجزت عن الحالة الإنسانية أو عن الحالة الإنسانية الموجودة بالعراق، يعني من ابتعادها عن هذه الحالة وغضت النظر عن هذا الطرف، معناتها عجز الأمم المتحدة من حل المشكلة الإنسانية في العراق. ولهذا السبب يعني حتى الولايات المتحدة وتقارير الدولية تشير إلى عدم إمكانية هذه المجموعة البشرية التي تحكم العراق من القيام بمشاريع جديدة من أجل إنقاذ العراق. هنالك طرق وهنالك أسلوب آخر ممكن إنقاذ الشعب العراقي من الحالة الموجودة فيه، ولكن هذه الحالة الموجودة فيه في الشعب العراقي لا يمكن غض النظر عن المجرمين والقتل الذي قتلوا الشعب العراقي، ولحد الآن هم يتمسكون بسلطات عليا بين الشعب العراقي. طيب، إلى أي مدى ساهمت السياسات الأمريكية والبريطانية عقب الاحتلال؟ ساهمت بترسيخ الإفلات من العقاب خصوصا في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في العراق؟
بغض النظر انه الجرائم الذي ارتكبت في زمن الاحتلال حينما كان الجيش الامريكي محتل العراق هنالك جرائم انسانيه، ونحن نعلم بالسجون وسجن ابو غريب هنالك جرائم ارتكبت من قبل الجيش الامريكي. نعم. ومن قبل القوات الاخرى حتى البريطانيين والقوات الاخرى التي شاركت باحتلال العراق، هذه عندها انتهاكات لحقوق الانسان. هي الامم المتحده او حتى الولايات المتحده الامريكيه تريد تحافظ على هذه المجموعه السياسيه بالعراق حتى تتمكن، حتى لا تفضح الامور الاخرى التي ارتكبتها الولايات المتحده الامريكيه وجيش الولايات المتحده الامريكيه بانتهاكات لحقوق الانسان في العراق. لهذا السبب انه الامم المتحده غضت النظر عن حقوق الانسان الموجوده في العراق. نعم. وبدأت بعمليات أخرى، يعني نسميها عمليات ترقيعية، بينما التقارير الدولية والتقارير المنظمات المجتمع المدني والتقارير حتى المنظمات الحقوقية الموجودة في العراق هي أشارت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أطراف الشعب العراقي من الوظيفة والتعيين، وحتى الجيش العراقي والأمن والشرطة العراقية هي أيضا عندها انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون والمعتقلات. هذه العملية تعلم بها الأمم المتحدة جيدا، ولكن غضت النظر عن هذا الأمر لسبب للمحافظة على هذه المجموعة السياسية وتغطية على الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق. طيب أستاذ ضياء، لماذا فشلت الحكومات المتعاقبة بترسيخ العدالة في العراق ولم تمرر الأحزاب الحاكمة اليوم قانون تعويض المتضررين وضحايا الحرب والاحتلال في العراق؟ أخي، في حالات الذي انتهكت في العراقيين والذي قتلوا في العراق والتعويض عن الحالات والجرائم التي ارتكبت، هنالك إبادة جماعية لقرى، مجموعة قرى كبيرة من العراق دمرت في العراق ولا يوجد فيها بشر. إذا نذكر منطقة ديالى والمناطق المحايدة إلى إيران، وسلمت الملف الأمني إلى إيران، وهذا باعترافهم، يعني هم باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية تمت المفاوضات. نعم. على الملف الأمني مع الحكومة الملالي الموجودة في إيران وليست مع الشعب العراقي. نعم. إذن هنالك عملية مبيتة لتدمير هذا المجتمع بالأكمل، ولحد الآن الولايات المتحدة والجهات المسيطرة على الحكومة العراقية مستمرة بهذا المنهج. نعم. أيضا فيما يتعلق بموضوع وملف خطير في العراق وملف النازحين، هناك أكثر من 1,200,000 شخص لا يزال نازح داخليا، يعني لماذا أو هل الحكومة الحالية هي قادرة على تلبية احتياجات الإنسانية للنازحين داخليا بعد تخلي الأمم المتحدة عن دورها في إغاثة النازحين؟ إذا نتكلم على الإمكانية، وهل الإمكانية الحكومة العراقية هل عندها الاستعداد والإمكانية أنه تؤمن الحياة الكريمة الذين يعيشون في المخيمات اللي هم عددهم 1,200,000 الموجودين داخل العراق وخارج العراق، موجودين في الملايين موجودين خارج العراق؟ هذه العملية ممكن، ولكن العملية السياسية لعدم الاستقرار الأمني الموجود في العراق، القتل العشوائي حسب ما تسميه الحكومة العراقية بالأسلحة المنفلتة، الأسلحة المنفلتة هي أدرع من أدرعة السياسيين المتسلطين والأحزاب. نعم. السياسية، الأحزاب السياسية عندها مجاميع موجودة وهي التي تقتل بأمرة هذه الأحزاب السياسية، وهنالك سجون، نحن نعلم هنالك سجون سرية موجودة تابعة لهذه الميليشيات، وهذه الميليشيات غير خاضعة للرقابة الدولية وغير خاضعة حتى للحكومة العراقية، وحتى المنظمات الحقوقية المشرفة مثل الصليب الأحمر والمنظمات الأخرى من المنظمات المجتمع المدني لا تتمكن من زيارة المعتقلين أو المحجوزين في هذه المعتقلات السرية. اليوم أيضا القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة، بعثت الأمم المتحدة في العراق ينامي، يعني إلى أي مدى يمكن أن ينطوي على أهداف سياسية والتماهي مع الحكومة التي تريد إعادة النازحين قسريا إلى مناطقهم المدمرة وتركهم يواجهون المأساة وحيدين؟ يعني يتم غلق المخيمات، مخيمات النزوح التي أصلا تعاني من قلة المساعدات والإمكانات، ثم مناطق مدمرة، يعني إلى أين، ما هو مصير النازحين اليوم؟
المنظمات الدولية هي تطالب بعودة النازحين إلى مناطقهم، ولكن المناطق الذي نزحوا من هذه المناطق هي مناطق غير مؤهلة للسكن، لا توجد لا فيها طرق لا فيها كهرباء لا فيها مي، كل هذه المؤهلات لا توجد، حتى لا توجد مدارس. إذا كيف نعود، كيف نغلق الملاجئ أو اللي موجودين فيها الساكنين في الوقت الحاضر على سوءها في هذه، وهي أسوأ حالة الذي يعيشون فيها، ولكن لا توجد حياة أخرى في المناطق الأخرى الذي ممكن أن يعود على هذا. إذا كانت هذه الحكومة جادة بإعادة الإعمار في هذه المناطق، ولهذا السبب أن المنظمات الدولية والمنظمات العالمية اللي كانت تساعد اللاجئين الذين يسكنون المخيمات انقطعت المساعدات عنهم، لأنه هذه المساعدات تذهب إلى جيوب الحكام الموجودين في العراق، للسياسيين الموجودين في العراق. وأنا لا أبرر أي سياسي موجود من رئيس جمهورية إلى أصغر موظف موجود بالحكومة العراقية، لأنهم كلهم مشاركين بهذه العملية الإجرامية التي تقوم بها الحكومة العراقية بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية بالاستمرار بقمع الشعب العراقي. طيب، الانتقادات الموجهة إلى دور الأمم المتحدة في العراق وبعثتها يعني ودورها من تحولها من إنساني إلى تنموي، السؤال هنا هل كان فعلا للأمم المتحدة دور إنساني من الأساس من بداية الاحتلال؟ نعم، هنالك دور. لو كانت جدية الأمم المتحدة بإقامة قوانين شرعية ضد هذه الحكومة وتحاسب من ارتكب هذه الجرائم، نعم هناك إمكانية للأمم المتحدة وحتى الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم الذي مشارك بهذه العملية الإجرامية الذي أقاموا بها ضد العراق، يجب عليهم من ناحية إنسانية من ناحية أخلاقية أن يعيدون الأشياء التي سرقت، الأشياء التي نهبت من الشعب العراقي إلى الشعب العراقي. ولكن استمرار هذه العملية السياسية واستمرار السياسيين الذين يسرقون أموال الشعب العراقي ومساندتهم من الأمم المتحدة طبعا ومباركة من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم المسؤولين الملف الأول والأخير عن العراق. نعم، هنالك ميليشيات إيرانية وتابعة إلى إيران ويتوجهون بوجهة من ولاية الفقيه، وهذا هو صحيح، لكن الأمر النهائي وهو الأمر الأمني وهي مستلمة الولايات المتحدة الأمريكية. الآن كشخص أنه الولايات المتحدة لا يهمها من يقتل بالعراق، المهم هي ماذا تكسب الولايات المتحدة من هذه الإرباك السياسي الموجود في العراق. من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء شمري، شكرا جزيلا لك.